صباح الجمعة من كل أسبوع يزدحم سوق الطيور بمختلف الأنواع التي يحملها الهواه من مختلف أحياء ومديريات محافظة الحديدة، حيث يتجمعون في هذه السوق للبيع والشراء والمتعة وأيضا تبادل الخبرات في مجال تربيتها بين مربي الطيور. تعد هذه المهنة بالنسبة للبعض في هذه السوق هواية ممتعة، بينما تشكل للبعض الآخر مصدر دخل، وهو ما يدفع بزوار السوق هنا للحضور خصيصا ودفع مقابل شراء الأنواع الجديدة لحبه لها وتعلقه بها. التنافس على العروض جار خلال مدة السوق التي تستمر طوال النهار في واحد من أهم أسواق المحافظة. وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها المحافظة والبلاد عموما، إلا أن سوق الطيور ومربيي الحمام يواصلون مهنتهم وإن بصعوبة بالغة، وبالمقابل لا أحد منهم يعول على أي دور للجهات المعنية بالاهتمام بهذه السوق لدورها والعمل على استثمارها لتنمية الجانب السياحي في المحافظة. الحمام والحجل والببغاوات والبلابل هي أبرز أنواع الطيور التي تزخر بها السوق، وتتزايد أصناف الحمام الصنعاني والبغدادي والقلاب والرقاص في سوق تتشكل على هيئة مزار أسبوعي تعقد فيها مراسيم صفقات الطيور، لكنها تعاني الإهمال والاندثار نتيجة غياب الاهتمام في ظل سلطة الميليشيا.